قال النجم خالد النبوي على صفحته الرسمية على فيسبوك: أتعرض لحملة تشويه متعمدة والاعتزال هو الحل. علق النجم خالد النبوي على الطلب اللي اتقدمت بيه النقابة العامة للتمريض للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف عرض فيلمه يوم وليلة، واللي صنفته على إنه بيسيء للممرضات ويتعمد إظهارهن بانطباعات تدل على إنهن سيئات، فضلا عن انتشار بوسترات مزيفة لمسلسل لما كنا صغيرين واللي بيشارك بيه في رمضان 2020، ظهرت فيهما النجمة ريهام حجاج متصدرة وراءها بالخلف النبوي ومحمود حميدة، مما استفز الجمهور. وقال النبوي في بيان أصدره منذ قليل: لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ، حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة، لأني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبار عني، وهذه الأخبار كلها عارية تماما من الصحة، فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة.